أن ندقق في مسألة من يؤسس من. هل الخطاب الأدبي هو ملهم للخطاب البصري والعكس صحيح؟ يعني ماذا ينفع؟ في ماذا سينفع من هذا السؤال؟ فاعتقادي أنه لا يعدو أن يكون سوى تلبية لرغبة حب استطلاع ليس أكثر. عندما يقترح أديبا نصا على رسام كي يرسمه أو يقترح رساما رسومات على أديب أو على شاعر، ماذا ينتظر أحدهما من الآخر؟ بل حتى عندما يرسم شاعرا رسومات مصاحبة لنصه أو يكتب رساما نصا لرسوماته، ماذا يقدم الفن للأدب وماذا ينتظر الفن من الأدب؟ فالفن لا ينتج مفاهيم تفيد الأدب، كما أن الأدب لا ينتج ألوانا تفيد الرسم. إذن ما جدوى هذه المصاحبة بين الخطابين؟ يبدو لي أنها تجربة تشبه لعبة المرآة، حيث أننا نرى صورتنا في الآخر، فنكتشف تعبيرنا معبر عنه بتعبير آخر، تعبير فوق تعبير أو تعبير تحت تعبير، وفي أسمى الأحوال تعبير يعانق تعبير، وبقليل من الحظ لا تخلو العملية من حميمية ومن نوع من الجماع، جماع الخطابين، وهي نفس الأحاسيس التي تنتابنا أمام نصوصنا مترجمة إلى لغة أخرى، حيث نتعرف على أنفسنا بأعين طرية وكأننا نستعير أعين الآخرين لنرى بها أنفسنا. وفوق هذا السرير الحميمي قد نصاب بالانبهار أو نصاب بالخيبة. لذلك فمصاحبة الخطابين تفترض علوا إبداعيا متبادلا وخيالا سامقا على نفس الدرجة من السمو بين الرسم والأدب. وفيما يخصني كتشكيلي، فالذهاب والإياب بين الشعر والرسم، وإن كنت أستدل بشجرة صغيرة في غابة الشعر، فإنه حين تضيق بالعبارة تناجي الكتاب اللون، وحين يستعصي اللون يستغيث بالكتابة، مثل علاقة الفراغ بالامتلاء. صلة هذين الجنسين وإن كانت صلة مصاحبة فهي إلى جوار ذلك علاقة قدرية وعلى قدر كبير من الأهمية. ومهما يكن فهي تجربة مسبوقة، إذ إن كتابا وشعراء أمثال بودلير وفاليري وأرطو ومالرو وجبران خليل جبران وأدونيس تعاطوا إلى الرسم أو إلى الصباغة أو الكولاج إلى جانب كتابتهم، كما أن رسامين أمثال دوبيفي ومارسيل دوشان كتبوا نصوصا
إلى جانب اهتمامهم الرئيسي بالفن. بل إن مبدعين على شكلة بليك وميشو يستعصي علينا حتى تحديد الغلبة لديهم، هل هي للريشة أم للقلم، أم هما معا يتعايشان جنبا إلى جنب، أم يتناظران وجها لوجه داخل نفس الشخص. غير أن تجربتنا في العالم العربي لا تستصيغ هذا النوع من التعاطي، ويعتبر عند الكثيرين، ليس من الجمهور على كل حال ولكن من المثقفين، تعتبر نوع من الازدواجية لا ينظر إليها بعين الارتياح، وهو الأمر الذي لا نجده عند غيرنا من المجتمعات. وأجد في سائر الأمثلة التي سقتها قبل قليل بعض مرجعيتي يشبه الأمر نوعا من الغدو والرواح، ولا يتعلق في التجربة الشخصية بتلوين الكتابة أو كتابة اللون، كما لا يعني ترجمة الرسم إلى نص أو النص إلى رسم، بل هي مناحي تعبير مختلفة ومستقلة، وكل ممارسة تعبيرية تقود إلى ما ورائها الخاص، ويحكمها في اعتقادي شرطان. الشرط الأول هو الذات والتعبير، الشرط الثاني هو الجمالية والإبداع. وهذه العملية تسعى إلى تحقيق منجز ليس غنيا في تأمله فحسب، بل هو جميل في تصفحه بفضل أملاح اللون في الشعر وأملاح الشعر في الرسم، مثلما أملاح الأرض في الفاكهة.